السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتنا التربوية عالم الحياة، كلمات تدفع الأبناء لبر ومحبة الوالدين. حب الوالدين للأبناء فطري وحب الأبناء مكتسب، يأتي مع الأيام عندما يقوم الوالدين بواجباتهم من الرعاية والتربية. ومن هذه الكلمات: أنت نافع ومفيد، بارك الله فيك، شكرا لوجودك في حياتنا، أنت حقا جوهرة، وقتي أجمل معك، نحن محظوظون بك، أفكارك رائعة، الله يرضى عليك ويسعدك، ما أروع عملك، عملك روعة وتحفة فنية، شكرا على ما قدمت لنا، إبداعك ليس له حدود، كلمات الشكر والعرفان قليلة عليك، أنا أثق بك، أحب طريقة تفكيرك، أنت ذكي وماهر، أحب الحديث معك، أشعر بطاقة إيجابية عندما أتكلم معك، أنا فخور بنجاحك، تعجبني مهاراتك المفيدة وحل المشاكل والوصول إلى أهدافك، أنا أشتاق لك، أندهش من عملك الجاد وتفانيك في أداء العمل، أشعر بالسعادة والفرح عندما أراك سعيدا، أنت مصدر إلهام وتنظر للحياة من منظور مميز وتحقق نتائج مبهرة. كل عبارات المدح وقصائد الشعر لا تفي حقك، وأن شعور الابن مهما كان عمره حتى لو كان مهما كان عمره أنه مقدر يدفع للإنجاز أكثر ويكون حافزا له للاستمرار في طريق النجاح والعمل والبر بالوالدين، وتحدث دائما عن مواهبه وجماله الداخلي والخارجي وعن أخلاقه وأعماله، وهذا الكلام الإيجابي مهما كان عمرهم وحتى لو كانوا متزوجين، حتى نكسب حبهم ودهم وبرهم، بروا أولادكم صغارا يبروكم كبارا، لأن الطفل يأتي إلى الدنيا لا يعلم ولا يعرف شيء، إذا أعطيته المحبة والحنان ومعاملة حسنة يبادلك مثلها ويعطيك مثلها ويبرك. وهذه الكلمات تساعد على التواصل والترابط والعلاقة بين الوالدين والأبناء، وعلى الشعور بالراحة النفسية والصحية والمحبة والشعور بالهدوء الدائم والتواصل الدائم. وشكرا لكم، أرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.